بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لشهداء الحرية والكرامة والشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسرانا. أنا النقيب المظلي عمار الواوي في الجيش السوري الحر، قائد كتيبة الأنابيب في حلب، أهدي الشعب السوري وقوف حلب الشهباء إلى جانب أهلهم وأخوتهم في بقية المحافظات في ثورتهم السلمية، حيث قامت مجموعة من كتيبة الأنابيب بنصب كمينا لعناصر المخابرات والشبيحة الأسدية أثناء توجههم باتجاه المظاهرات السلمية في عمدان، وأطلقت النار عليهم وقتلت أربعة منهم ولاد الباقون بالفرار، وقامت بضرب حاجز أمن الدولة في كفر حمراء، كما تصدت لباص أمن وشبيحة متجه إلى إدلب عبر كفر حلب، وتم تصفية من كان به وهرب قائد الشبيحة، كما استهدفت الشبيحة في حي الفردوس وأبرحوهم ضربا ولاد رئيس عصابتهم بالفرار، كما تم حصار مشفى الرازي بعد صلاة العصر من الأمن والشبيحة بعد أن تم نقل أربعة من الجرحى في مظاهرات عمدان إلى المشفى، واشتبكت معهم عناصرنا ورمتهم بحجارة من سجيل، وحدث إطلاق نار كثيف داخل المشفى، وقامت عصابات المخابرات الجوية باختطاف أحد الجرحى إلى جهة غير معلومة. طيور أنابيبنا قادمة والنصر قريب بإذن الله. عاش شعبنا العظيم وعاشت سوريا حرانية، الجيش السوري الحر.